الحرص من قبل اللجنة التنفيذية على مشاركة الجميع في هذه العملية الانتخابية. لقد تم تحديد مقر خاص للمصابين بفيروس كورونا اللي من الممكن انهم في حال رغبتهم طبعا في الانتخاب انهم ينتقلون الى هذا المركز ويدنون بصوتهم، وذلك تحت او في ظل اجراءات احترازيه، وهي طبعا من الاجراءات الاحترازيه اللي كلنا عارفينها بالنسبه لفيروس كورونا، وفي تنسيق بذلك الامر مع وزاره الصحه. نحن واثقين من الناخب البحريني بانه حريص على استحقاقه السياسي في المشاركة في الانتخابات، ودليل على ذلك بأن الانتخابات بأن المرشحين الذين أعلنوا رغبتهم في المشاركة، هناك عدد كبير أعلنوا مشاركتهم، وإحنا نركز على سلاسة العملية الانتخابية. تطلع على الأمر الملكي راح يبين كل الدوائر الموجودة، هناك لجان تغطي جميع الدوائر في مملكة البحرين في المدن الجديدة. بالنسبة للتصويت الإلكتروني سواء كانت يعني بالنسبة حق المصابين ولا حق التصويت الإلكتروني بصفة عامة، بالحقيقة إذا كان نحن نطبق هذا الموضوع لابد أن احنا نعدل في التشريع بما يسمح من استخدام الوسائل الإلكترونية في عملية الإجراء والفحص، سواء كان يعني مصاب بكورونا او حتى يعني مثل ما بيقول الاشخاص طبعا الناخبين العاديين. لكن اشير في هذا الصدد بان بفضل من الله سبحانه وتعالى عندنا من الامكانيات وعندنا من القدرات ان احنا ننظم العمليه الانتخابيه حتى الإلكترونية، لكن هذا موضوع. لكن يعني حاليا مثل ما قلنا العملية الانتخابية في هذه السنة هي بداية العملية في سنة 2018، ما فيها أي تغيير، ما تتجه إرادة إلى أن هي يتم التصويت الإلكتروني، فالتعديل في التشريع واللجنة التنفيذية جاهزة لأكمل مراحل العملية. في ميزانية واحدة هي التي ترصد للعملية الانتخابية. ما في احدد رقم حاليا وبدون حضور حتى يمكن الاتشار عندي اللي هو عند العمليه الانتخابيه وعند الارقام، والارقام هذه يعني عندنا احنا من الارقام اللي ما يعني نتكلم عنها، ولكن هي ترى معروفه يعني حتى لو انت تطلع يمكن انا ما يحضرني حيث تطلع على عندك ميزانيه المقصوده للانتخابات في رقم موجود، بس اذا بتقول لي هذا الرقم نفسه اللي انرصد وأقول لك والله حاليا أنا ما أدري، أنا قاعد أشتغل في العملية الانتخابية، لكن الرقم اللي موجود أنت عارفه وهو مرصود، وأعتقد أنت عارفه والكل عارفه.